ركان سم قصة قصيرة نوعا ما. هي قصيرة يا ما هي قصيرة نوعا ما؟ كيف ذي فسرها لي. هي قصيرة خلاص يعطيك العافية. أما اللي بعده هو متعب ثايب. تنتظر مني أقول لك الجميل زيه؟ إيه بس ليه ما قلتي؟ خلاص يلا متعب ثايب الجميل جدا. السلام عليكم. معكم متعب بن ثايب. أحب البر وأحب الحياة البسيطة وأحب الشعر وأحب البل وأفهمها وتفهمني. يقول يا رفيقي عذرا قمت أتغيب، الزمان الشين تحكمني ظروفه، كنت هاقيها قلت ما هي قري مير، شفت اللي ما ودنك تشوف هالحياة اللي فيها طيب وخيب عيفت نفسي وأنا نفسي عيوفه، ليتني ما خاوي إلا كل طيب، والله إني ما حق الدنيا حسوفه. ويقول شيله يقول يا وجودي كل ما حال دون الراي راي، والظروف الجارية سريا مفعولها، كم نويت أقول كلمة تبين وش بلاي، ومنعتني شمتي واستحيت أقولها. الله الله سلامتكم. صح لسانك وصح صوتك. في اللي بعده واحد والله غافل شوي شوي مو كثير، والله لا والله كثير كثير.